اشوف بقى، قولي لنا بقى اكلتك الحلوه اللي انت هتعمليها لنا النهارده. انا اكلتي اسمها شيش برك. شيش برك؟ شيش برك هي اكله سوريه ومعروفه يعني، بس في ناس كل واحد بيعملها في طريقته، ليها كذا طريقه يعني. في ناس بيحطوا لها كذا طريقه، فانا راح اعملها في طريقتنا نحن حلبيه الاول. حلبيه؟ من حلب. من حلب. وكل واحد بيعملها في طريقته، فانا راح اعملها في طريقتي ان شاء الله تعجبكم. يا رب ان شاء الله تطلع زي الفل. الله يخليك. اول حاجه بدنا نجيب الدقيق، طبعا عاوزه ايه؟ ميه. ميه دافيه. ده انا يعني اسمع ان المطابخ السوريه والاكل السوري لا يعلى عليه. صلاه النبي احسن يعني. صح. بتبدعوا في اكلكم. صح مظبوط. وبعدين يعني انتم كمان مشهورين في اكلاتكم، بس احنا يعني كل واحد وبلده وله عاداته وتقاليده، وكل ناس ولهم طريقتهم في الاكل. ما هو في مثل عندنا يقول لك كل دار ولها مدار. صح. يعني كل بيت يعرف يدور الناس اللي فيه بطريقته. مظبوط. فكل حاجه كل واحد ليه طريقه في اكله. صح. واحنا النهارده نشوف طريقتك الحلوه. كل واحد بياخد طريقته من مامته. صح. صح. انا عن نفسي اتعلمت من امي. وانا كمان اتعلمت من ماما. اتعلمتي من امك انت كمان؟ احنا زي بعضينا ان شاء الله. شوفي طيب. بقى انت هتعجنيها ازاي. طيب ماشي. ربنا يخليك. اول حاجه لكمك. الله يسلمك يا رب. هي في سوريا لسه ما قدرتش تطلع. هي عايشه في سوريا؟ الله يحميهم يا رب. نحط ملح. ربنا ان شاء الله يسلمها ويطمنك عليها. قادر كريم ان شاء الله. يا رب بدعي دافية. من قلبي ربنا يطمننا على كل السوريين. امين يا رب. ونرجع ان شاء الله بلدنا ويهدي وضع بال مصر كمان باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. اشمر لك يا اختي يا ريت. عارفه بقى انت يتقال على ايديك الحلوه دي ايه؟ زي امي ما كانت بتقول لي لما كنت اعجن، كانت تقول الايدين حدايق جرايد فيها الحب زايد. يلا اعجن. اعجن بقى. تحطي ميه انت حسب ما انت بدك. طبعا هي العجينه تبقى يابسه يعني؟ مش يابسه يابسه لا، بس علشان تنفرد معنا يعني بال وقت اللي بنفردها بالطبق يعني تكون مفروده. بس انا طبعا في البيت واحد بيعجن بطريق براحته. براحتك، خدي راحتك على الاكل. طيب ماشي. زي ما تحبي، كانك في بيتك وما فيش حاجه غريبه. صح. انا يا اختي لو كان عليا تعالي اقعدي معايا في البيت، البيت بيتك. الله يخليكي. وبعدين على راي المثل حصرت السيف واسعه. وبصي صعب. احنا عندنا بيقول مثل بيت الضيق بيسع الف صديق. بيت الضيق بيسع الف صديق يعني. بيسع الف صديق. يعني البيت الصغير. يسع من الحبايب الف. صح صح كده. لا ده مو زي المثل اللي قلتيه. طبعا نفسه نفسه. صرت السيف واسعه. هو زيه. واحنا بينا كل حاجه حلوه. في كتير مننا في بعضينا. صح. هو من ايام زمان نحن يعني نفس العادات ونفس التقاليد تقريبا. يعني حتى عندكم بمصر رمضان مثل رمضان عنا باهله. ما هو مفيش فرق بينا خالص. لا لا ما في. لا انت بتفدغيها. هي لازم تنعجن وتنحط تقريبا نص ساعة تريح ترتاح. عشان كده انت عجنتي واحدة وقلت لي غالية انا هسيبها تريح. انا هسيبها تريح علشان ما تعذبنا بالفرد. يعني لازم العجينه هي ميه وملح زي عجينه الرقاق. زي عجينه الرقاق. احنا عندنا في مصر نعجن نفس العجينه بنفس السمك كده. بيعملوها كده. ايوه اديها بقى. صح. ايوه فدغي كده. ايوه فدغيها بايديك دي. فدغيها عشان لما تيجي تفرد تبقى صح حلو. فهي لازم تكون. انت نزلي صحتك وعافيتك فيها. مفيش. صح. ما بقاش في حاجه. لا ربنا. ده انت اختي شابه زي الفل. الله يخليكي. حلوه كده. تبقى عجينه يابسه زي عجينه الرقاق بالظبط اللي احنا بنعملها عندنا في مصر. ميه وملح وتبقى عجينه ملمومه جامده. ملمومه جامده. اهي اهي. بصي. ايوه. كل ما تديها صح. كل ما تعجنيها وتفدغيها تديكي عرق. صح. ادام بقى طلعت زي عجينه الرقاق بتاعتنا دي تبقى بالنسبه لي انا سهله. طيب. كل ما تديها كده تريح معاكي وتديكي عرق، وكل ما تدي عرق تبقى حلو.
طبعا نحن بنريحها نص ساعة. بنكون قلينا اللحمة مع والبصل. تعصجي اللحمة والبصل؟ انا دي بقى اهي تبقى عجينة كده زي عجينة الرواية، مش ما بتبقاش ملزقة، تبقى ملمومة. ملمومة صح. انت عرفتي بقى وانا بقول لك فدغيها؟ فدغيها. انت سألتيني وانت بتعملي التانية. قلت لك ايه يعني فدغيها؟ كلميني عربي. بقول لها يا اختي فدغيها كده بايديك عشان تديك عرق، قالت لي كلميني عربي. اميرة بقى تحط لك ترجمة. دي بقى تسيبيها بعد كده تريح. طيب تقريبا نص ساعة. طب انا اللي انت عجنتيها وقلت لي غلي سيبها تريح، انا عجنها لي عينها لك. طيب ماشي. دي ريحت وخلصت. ايوه. ونغطي دي بقى نبقى تعمليها لنا بعد الهواء ان شاء الله. طبعا نحن راح نفردها بالشوبك. بالشوبك؟ بس راح نكون مقلين اللحمة. هقللك اللحمة؟ مشان الحشوة يعني، نحشي فيها اللحمة معصجة يعني. معصجة يعني. معصجة يعني متقلية زي ما متقلية. بنحط البصل اول. انا هقليلك وانت افردي. ماشي يا ست يسرى. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا باهل سوهاج. ازيك يا ست غالية، عاملة ايه؟ ربنا يخليكي معانا النهارده. الست لينا من سوريا هي عامله لنا اكله حلوه قوي. دي صحيح. انت منوره الشاشه، والست لينا منوره الشاشه. الله ينورك يا ست الكل. انت يا ست أموري. ان شاء الله هنيجي. انا بقول للبشمهندس ايمن تعالى نروح سوهاج ولا الصعيد، قال لي يومين كده بس يا غاليه نفك العده ونروح عند حبايبنا. نفسك تنورينا والله الصعيد يعني، هتنوري لو جيتي شرفتينا كده. تسلمي. عارفه كده انا ما كنتش على فضله بس عرفت. تحبي تعملي على الرخامه احسن لك؟ احسن لي. طيب على الرخامه احسن. سيبي دي وحطي دي على الرخامه. طيب. وفردي عشان تديكي مساحه. طيب ماشي. لا مؤاخذه يا ست الكل، قولي. بقول لك انا ما كنتش بعرف اطبخ وتعلمت منك. تسلمي يا ست الكل. تسلميلي. تسلميلي. بصي ماما عايزه اكلمك. هاتيها لي. السلام عليكم. عليكم السلام يا ست الكل، يا مرحب. يا ست غاليه. اهلا وسهلا. والله وحشاني وحشاني. ان شاء الله ما تشوفيش وحش يا ست الكل. ده احنا كنا زعلانين خالص ايام البرنامج ما كان مقطوع. لا الحمد لله ربنا ما يجيبش زعل، وانا جيت لكم اهو وانتوا جيتوا لي والمحبه موجوده. ده انت نورتينا ونورت رمضان. ده رمضان منور بيكم. الله يخليك. الحمد لله ادي احنا رجعنا لبعض، وربنا يسامح اللي كان السبب بقى ووقفنا كده وبعدنا عن بعضينا. امين. انا بحب خالص يا ست غاليه والله. معلش لازم نسامح. يا بختي من بات عليه ولا باتش ليه. انت كويسه يا ست غاليه؟ الحمد لله احنا زي الفل طول ما انتوا حلوين. شفتي بقى الست لينا بتعمل ايه؟ شفتي العجينه لازم تكون سمكها تقريبا 2 سم تقريبا. شفتي يا اختي اتفرجي على الست لينا بقى والاكل السوري. الله يخليكي. شاطرين بتحصل. والدنيا كلها يا ست غالية. تسلمي لي يا ست الكل، انت على راسي وشرفتينا وانستينا. الله يبارك فيكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير وسعاده، مع الف سلام. الله يسلمك، مع السلامه. اللهم صل على النبي. ايه الحاجات الحلوه دي؟ العيال قافلين الانبوبه مغلبين ومطلعين شاش النخله في عينيها. افتح لي الانبوبه يا ابني. يلا خليك شاطر كده. يلا يا احمد افتح لي الانبوبه شاطر. طبعا هاي العجينه رح نحشيها باللحمه والبصل. باللحمه والبصل. بعدين بنقفلها وعامله شكل الودن. بتتقفل زي الودن؟ زي القطايف بتاعتنا؟ لا مش القطايف. لا مو القطايف، لا بعرف القطايف. لا طيب دلوقتي اوريكي. طيب شاطره. نشوف كده العيال فتحوا لي الانبوبه ولا لا. تسلم يا احمد. دايما اخلص الاقي العيال يجروا يروحوا قافلين الانبوبه. طبعا لازم بيبقوا كده دايما مأمنين الدنيا. خايفين طبعا. لا بس ان شاء الله احنا نيتنا حلوه وربنا مع الغلبان، يعني ربنا ما بيجيب لناش حاجه وحشه. صح. اسكتي ده انا يعني كل يوم كده قبل ما احط راسي على المخده
كل يوم ادعي لسوريا واقول يا ربي خلصها من اللي هي فيه. ان شاء الله ان شاء الله من اخواتنا وحبايبنا ان شاء الله نرجع لسوريا وترجع تتعمر مثل الاول واكثر يا رب. ان شاء الله الخير جاي ان شاء الله. انا بقى ايه هقللك البصل. البصل قلت لي ان الاكله دي بتستوي في زبادي. بالزبادي بعد ما تخلصي تقطعيها تروحي حاطه الزبادي في الحله وبتغليه وبعدين بتطقطيها فيه. ده احنا هناكل النهارده اكله زي الفل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يكون اللي عم بيشوفونا يا رب مبسوطين في الاكل اللي هنعمله. يا اختي اكلكم كله بركه. طبعا انا مو مثل امي يعني بعرف اعجن بس يعني ماشي الحال. ده احنا كفايه علينا طلعتك البهيه الحلوه. تسلمي يا رب. صلاه النبي احسن. دي بترمي بقى وموفره. طبعا يعني بتوفر. شكلها بتعمل كتير. بتعمل كتير صح. صح كده انا شايفه الخير كتير وايدك كلها بركه. لسه يا ام ايمن. ام ايمن الو. ازيك يا ام ايمن؟ اهلا بيكي وباهل العريش. ازيك يا قمر وحشتيني. تسلمي. ازيك وازاي اهلنا في العريش؟ ازيك اخبارك؟ الله يخليكي. طمنيني عليكم يا ام ايمن وعلى اخواتنا في العريش كلهم بخير؟ لا كلهم بخير بيسلموا. الله يسلمك يا رب. قلبي متبغوش عليكم. الناس الحلوين الحمد لله ان انتم بخير. تسلم ايديكم على الاكله الحلوه. شو اخبارك؟ شفتي؟ الله يخليكي يا رب. الله يخليكي. فكرتني بايام فلسطين طبعا. هي تقريبا مطبخ فلسطين ومطبخ. تسلم ايديها. الله يسلمك. نحن اكثر الاكلات اخذينا من تركيا يعني تقريبا. ايوه في كثير اكلات كده وبتحشيها باللحمه. بس برضه سوريا الاصل برضه مطابخهم حلوه. تسلم ايديكي. تسلم ايديكي. بقول لك انا عايزه منك طلب يا ست غاليه. اموري. طبعا اموري يا ام ايمن. انا عايزه القرصه الصفراء. الايه؟ القرصه الصفراء. القرصه الصفراء عيني الاثنين هنعملها لك في دخله العيد ان شاء الله. القرصه الصفراء. حاضر هنعملها لك قبل الكحك في دخله العيد ان شاء الله. تسلمي لي يا رب. تسلمي لي. وانت ممكن ابعت سلام انا؟ اتفضلي. ان شاء الله ابعت سلامي لاهلي في فلسطين ولاخواتي ولكل حبايبي هنا في العريس. طبعا اخواتنا. انت بقى ليك عندي مفاجاه حلوه كمان هتعجبك قوي يا ام ايمن. تسلمي لي يا رب. تسلمي لي. ربنا يا رب كده دايما يخلي العريش واهلها بخير وسلامه وسعاده. قولي. اقفلي واتفرجي بقى انا هفكرك بالايام الحلوه لما كنت معاكي. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. تسلمي. شرفتينا يا ام ايمن. على هذيك الايام الحلوه. وبسلم عليك يا احمد على فكره. ربنا احمد ابني بيسلم عليك. ربنا يخليهولك يا رب. ربنا يخليهولك. تعالوا بقى نشوف ايامنا الحلوه اللي رحت العريش وزرتها وشفت اهلها. اتفرجي بقى وشوفي ايام العريش الجميله. انت بتحبي الاكله دي. شفتي بقى العريش انا اكلت هناك المقلوبه. المقلوبه والعيش ده. العيش ده جميل قوي. يخبزوه كده على ايديهم ويبططوه عنا فيهم. بيبقى حلو قوي قوي. يا رب دايما الخير عندهم دايما يا رب. يا رب ان شاء الله. قولي لي بقى انت كده خلاص قطعتيها وادي اللحمه احنا عملناها. ماشي بس شويه اللحمه تبرد. تبرد شويه شويه. طب انت الزبادي ده هتحطيه في حله ولا حاجه؟ هنحط الزبادي في حله. الحله اهي. عاوزه حاجه تاخدي بيها زبادي؟ ام خالد. يا ست ام خالد. ست ام خالد.
السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ام خالد؟ تسلمي يا ام خالد. انت طيبه. وانت طيبه، والنهارده معانا ضيفه زي الفل، بتعمل لنا اكله سوري حلوه، وهي من سوريا وبتعمل اكل سوري يفتح النفس. ربنا يخليكي، والله كل حاجتك حلوه قوي. ان شاء الله تسلموا، ده انتوا اللي حلوين وطيبين ومشرفينا. تسلمي. ربنا يخليكي يا ست غاليه. شفتي ودايما كده يا رب منوره الساسه. تسلمي لي يا ست الكل. بس انا بقى عاوزه ابعت لك حاجه. اسمعيني من التليفون يا ست الكل. اتفضلي. بقول لك عاوزه ابعت لك بقى قرطاس في تحويجه السعاده. انا معاكي اهو. عاوزه بتعلي ابعت لك. انا سامعاكي. انا بقول لك هبعت لك قرطاس في تحويجه السعاده. ربنا يخليك يا رب ويبارك فيكي، كل سنه وانت طيبه. طب بس اقفلي بقى وانا اقول لك بقى تحويجه السعاده ايه هي. مع الف سلامه يا ست الكل. سلمينا على خالد وعلى كل حبايب. تحويجه السعاده دي بقى، صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهقول لك انت كمان عشان يا ست لينا بقى تبقي ايه عارفه تحويجه السعاده دي، ما تبقيش كده مقدره. طيب يعني السعاده دي بركه من عند ربنا، تاخديها وتسريها وتحافظي عليها. عاوزه تبقي سعيده؟ طبعا لازم. ها؟ أول حاجة تعمليها فك كرب المتضايق وفك كرب الناس يا رب. وتاني حاجة تعمليها تسعدي الناس اللي حواليك. يعني اسعد الخلق تسعد. يا ريت والله، لو بإيه ده ليه ما يعني ليه ما نسعدهم؟ ما تجيش على ما تجيش على حاجة تكون مثلا صعبة قوي وتتشعبطي فيها، مسيرها تتحل. صح. تبقي سعيدة. لا لا، احنا إن شاء الله متفائلين إن شاء الله خير. الله عليكي، ده شكلها حلو قوي البتاع اللي انت بتعمليها دي. قلت لك شكلها زي الود. بتقفليها كده؟ لا استاذ احمد جيب ايديها عشان كل الستات اللي بيشوفونا يعرفوا. بتعملي ايه؟ بتقفليها زي القطايف وترجعي زي القطايف، بس علشان هي فيها دهنه يعني السمنه. بتعذبني شويه، نقفلها مظبوط عشان ما تفتحش. عشان ما تفتح، وبعدين بنلفها كده بالعكس. تديها بالعكس كده. طب انا اجرب بقى. تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاخد هي لحمه حبه صغيره كده؟ علشان ما تفتحش في الاكل كده. ايوه، هي شويه بتقفل كده اهو. ايوه. وبعدين ازاي كده ودني كده؟ بصي كده، تحطي اصبعك هنا وكده كده. لا غلط. بصي ادي العيش لخبازونه ولو ياكلوا نص. بصي كده، هي انت عملتيها كده بس احنا نظبطها. الله ينور عليك. الله يسلمك. ما يعيش المعلم ويفضل يتعلم. هو دايما كلنا ناقصين، يعني كل واحد بيضل ناقصه تعليم. كل ما تعيشي اكتر بتتعلمي اكتر. صح، الله ينور عليك. احنا لما بنعمل هاي الاكله بنكون جمعة مع بعض. وبنعمل حلة كبيرة وبنقعد نحن وبنتساعد فيها وبنشتغل، مثلا انا وخواتي وجيراننا، وبنقضيها ضحك ومزح وكده لا تخلص. ربنا ان شاء الله يلمكم على بعض تاني زي احنا كده ما بنلم بعض ونعمل كحك العيد. نعمل. ايوه كده. وعندنا كعك العيد كمان بيتعمل دلوقتي بالعيد. بس هلا ما خرج يعمل ولا كعك ولا شيء. ان شاء الله هتعملي الكحك وتتهني، كل اخواتنا السوريين يتهنوا ويفرحوا. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. وعباد الشعب المصري كمان. يا رب. انت عارفه بقى يا ست لينا، هقول لك على حاجه. اتفضلي. يعني احنا كده اخوات وبنتسامر. صح. انت تعرفي ان الحاجات الكبيره والحاجات الكتيره ملهاش ثمن. صح. الحاجات اللي في الدنيا دي في حاجات كتير قوي قوي ما تقدريش، في حاجات كتير ما حدش يقدر يشتريها بالفلوس. مظبوط. صح. ودي بتبقى الحاجه المهمه والاهم في حياتك، هي الكرامه.
كرامه ما بتشتريش يعني صحتك ما تقدريش تشتريها بالفلوس. لا ولا الكرامه ولا الصحة ولا لها ثمن. صح. ولا الكرامه زي انت ما قلتي. ها ولا الحب. صح. ولا السعاده ولا الحب اللي ولا العمار اللي في قلبك اللي بينك وبين ربنا. صح. برده ملوش ثمن. مظبوط والله. صح. ولا السعاده زي انت ما قلتي. والله صح. كل حاجة ما بتنشراش بالفلوس. وصحة ولادك دي تشتريها بالفلوس؟ لا. ليها تمن تقدري تقولي دي بخمسين دي بستين دي بمية؟ لا لا لا. ياما ناس معاهم فلوس وما يقدروش يحطوا يعني المية يشربوها. الله ينور عليك. صح. الله ينور عليك. أهم حاجة في حاجات كتير ما نقدرش نشتريها بالفلوس. صح. وفي عشان كده لازم يعني ما نشيلش ونحط. مظبوط. ولا خلي الفلوس دي اخر حاجه ما نشيلش همها. هو المهم تكون الانسان يقتنع باللي الله كتب له اياه وبس. ما هو احنا لازم نشوف ايه الحاجات المهمه ونعملها. صح. والحاجات اللي هتفيدنا في الوقت اللي احنا فيه ونعملها. نرتب حياتنا نشوف ايه المفيد اللي نقدر نستفيد بيه دلوقتي ونعمله، مش نكركب كله حلو على وحش على عاوزينه دلوقتي على عاوزينه بعد سنه بيتلخبط المخ ونترس دماغنا ونيجي في الاخر مش نعرفش نتصرف. صح. وبقى يا اختي بعد عنك وعن السامعين القمع بقى الاسود اللي لو بدات قلت بالفلوس. لو بدأتي بقى قلتي انا عاوزه فلوس عشان اشتري اشي عربيه اشي شقه اشي مش عارفه اشاليها على البحر. صح. اشي يا غاليه خلاط بدل اللي اتحرق واخدنا من مرات عمي فتحي. ما احنا كلنا هناك بيوتنا اتخربت وما بقى شيء يعني ربنا يعوض ان شاء الله. فالفلوس دي اخر حاجه تفكري فيها لو حطيتيها هي الاول حياتك كلها هتتعقد. صح. فخلي الفلوس دي اخر حاجه. طبعا خلي صحتك وصحه ولادك ومحبتك ودائما الانسان لازم يكون عنده امل اول شيء في الحياه. طبعا الله ينور عليك. يكون انه مقتنع انه رب العالمين انه راح يشيله وعنده قناعه برب العالمين انه راح يعوضه ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لي يا اختي اللبن سخن اهو وانا قاعده اقلب لك فيه. لحسن انا بوظ لك حاجه. لا خليه على الهادي على نار هاديه. ده انت عامله زي يعني على نار هاديه زي اللبن الخض. عارفه اللبن الخض؟ لا كمان لا. بصي هقول لك على حاجه. شايفه الحصيره دي؟ ايوه دي حصيره جبنه. شايفه عامله ازاي؟ دي بنعمل عليها الجبنه القريش. دقت الجبنه القريش. دقت الجبنه القريش. الحصيره دي احنا بنعمل عليها بقى اللبن الجبنه اللبن الخض ده بقى اللي بيطلع من بعد ما بتاخدي القشطه وتاخدي الزبده واللبن الخض اللي بيفضل ده بنعمل منه الجبنه القريش. ايوه على الحصيره دي هعملها لك برده ان شاء الله قريب ان شاء الله. بتبقى بقى ما فيهاش دسم. الفلاحه بتستفاد من اللبن تاخده الاول تروح واخده منه القشطه والزبده وتخلي بقى الاخر خالص اللبن الخض تعمل منه الجبنه القريش. بتبقى خفيفه كده ولا فيها دهون ولا فيها اي حاجه اي دسم ما ترميش حاجه هي خالص. صح. وبعدين ناخدها بقى نحطها في المش تقعد في البلاص سنه الجبنه دي. المش كمان انا دقتها. وكمان بتبقى خفيفه وحلو. دقت الجبنه المش وده الفطير اللي بيتحط معاها. صح. ايوه صح. انا عملت في البرنامج يا اختي في عندنا صديقنا بيجي لعندنا هو من الصعيد ومن الفيوم بيجيب لنا قال لي حدوقك الجبنه المش. يعني انتوا لكم اصدقاء من الفيوم والصعيد. والصعيد جاب لكم الجبنه المش. وجاب لي الفطير والجبنه المش. طب كويس عجبتك؟ قلت له جيب لي. ان شاء الله لما تعوضي سوريا جاب لي هديكي برطمان قد كده تاخديه معاكي في الطياره. الله يخليك يا ريت. بس اوعي تفتحيه في الطياره. مش هيخلوني انزله. لا يقول لك عليه قنبله جرثوميه. اصلا بكل حاجه بيخافوا منها. احنا ما عم بكتر لحمه مشان ما تفتح العجينه. ناخد بقى الست ام محمد بالسعوديه. ست ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. كيف حالك انت غالية منورانا؟ ده انت اللي منورانا والست لينا عامله لنا اكله حلوه. هي سوريه وبتعمل لنا اكله سوري. ايوه اهلا وسهلا بيها. اهلا بيكي كلميني. يسلمك يا رب. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والله
تعيش يا ست كل. بس يا اختي لهجتك مصريه، انت مصريه وعايشه في السعوديه ولا ايه؟ انا مصريه ومقيمه في السعوديه. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. يعني ده احنا بقولك يا ست غاليه، اموري الامر لله. ابغى منك صينيه اللي هو سمك السردين بالليمون. ممكن السمك السردين، السردين بتاعنا الاخضر اللي بيلمع البلدي. ايوه ايوه هو عينيا الاثنين، لو لقيته في السوق هجيبهولك، بس هو الشهر ده مش اوانه، هو يبقى حلو قوي في شهر 12. طيب اصل ان السمك العجه البلدي بتاعتنا اللي بالخضره والبيض والدقيق. ممكن عينيا العجه اعملها لك عندكم عجه؟ الله يخليك. الله يخليك، الله يخليك، شكرا استاذه. ان شاء الله تسلمي. بس عاوز اقول لك على حاجه برضه عشان ما تزعليش، السمك السردين اللي انت بتتكلمي عليه البلدي المبرومه اللي بتلمع دي ليها مواسم. فموسمها مش دلوقتي، بيكتر ويحلو ويبقى صابح وبميه البحر في شهر 12. ايوه ماشي. عشان انا دايما احب اجيب الحاجه في اوانها وفي موسمها. ماشي ست غالي، نورت القناه والحمد لله على سلامتك. تسلمي يا ست الكل، شرفتيني. الله يخليك، الله يخليك، ماشي مع السلامه. العجه بقى دي بقى انا اعمل لك العجه على عيني، واعملها لك بالخضار، واعملها لك بكل حاجه تحبيها. دي في ايدين والعجوه كمان، هنعمل العجوه والكحك والعجميه وكل حاجه هنعملها ان شاء الله مع بعض. وعاوزه بالمناسبه دي كمان اقول كل ست وكل حد من حبايبنا عاوزه تيجي تعمل معانا الكحك، تخش على الصفحه بتاعتنا الرئيسيه وتبعت لنا رقم تليفونها واسمها عشان نعزمها تيجي تعمل معانا الكحك. السنه اللي فاتت بقى هحكي لك يا ست لين، استني ما اجيك. جينا يا اختي السنه اللي فاتت، قلت لاختي تعالي اختي ساعديني في شويه الكحك. طبعا هو لازم يكون فيه. قعدنا وانا عماله مستنيه البسكوت ينزل من المكان، اتريها بتلف العكس ما بتلفش ماشي عمال واقول يا اختي هو البسكوت مش راضي ينزل ليه من المكنه، وهي عماله تلف العكس الناحيه الثانيه. وبعدين العيال بصوا لها كده قالوا لها يا خالتي اعدلي المكنه الناحيه الثانيه. راحت قالت وانا كل ده قاعده ماشيه بالعكس، قلت لها ماشيه بالعكس ويا مش شايفه مش واخده بالها من الموضوع. يلا بتحصل. شوفي مين اللي اخد عليها بقى. كانتش بقى متعوده ان يبقى قدامها كاميرا واتلبخت وبقت تلف الناحيه الثانيه. انتوا عندكم الكعك زي الكعك بتاعنا ولا؟ بيعمل كل زينا وزيكم بالظبط. يلا بقوا ثلاثة. انت يا اختي انتوا بقى يا اختي بتزودوا اللوز والبندق والمكسرات. مكسرات. سوريا مشهورة بالحاجات مكسرات. الحلوة والمكسرات، كل الحلويات الحلوة. عندنا بالمكسرات تقريبا. يعني زي دلوقتي برمضان الحلويات الكنافة كلها بالمكسرات، اي حتى المهلبية بنحط عليها مكسرات. ما هي الحلاوة كلها في سوريا. ريحتي شايفة بقى ريحة ام علي طلعت اهي في الفرن. يلا خلصت اللبن. ايوه وخلصت دي، بقي اتنين اللبن اهو. بصي ايوه خلاص كده كويس زي الفل. انت كده خلصتي صح؟ تقريبا بقت واحده، فاضل واحده بس وهنحط فيها طب انا اعمل واحده برضو، هعمل لك الثانيه دي ربنا يمكن يكبر بخاطري فيها يا رب ان شاء الله. استني يا اختي انا لازم برضو اطلع متعلمه حاجه. معلش بنتهي عليا اعمل لك. بصي بقى اهي كده. ايوه شفتي هي مش قوي زي بتاعتك برضه بس حلو. صح طيب ماشي. دي عملتها ست غاليه. ايوه عشان تبقى معروف عشان انت بتاعتك احلى. بصوا بقى هي عاملاه كله مدور ويفرح القلب ازاي، شكله جميل. انت بقى يا اختي عبال ما تشوفي طبختك اشوف انا صور الاطفال حبايبي. طيب ماشي. وادي الكزبره الناشفه وادي الثوم اللي انت عاوزاه. الله يخليك. وانا هتنقل بقى مطرحك هنا عشان وخدي بقى تعرفي تدقي الهون. بعرف. طيب الله عليك يا ليلى، ليلى التوشي جميله. وانت يا عم سيكا، سيكا التوشي برضو. احمد جميل، صلاه النبي عليك يا احمد. وسيد الله عليك يا سيد حياتي ما شاء الله. حماده تعظيم سلام يا عم حماده، اسم الله عليك يا رنا وعلى جمالك. رنا برضو ايه يا اختي اللي انت عاملاه ده على البحر؟
بكيني ولا تغديني؟ زياد اسم الله عليك يا زيزو. عمر اسم الله اسم الله. عمر ومروان وفريده، صلاه النبي احسن. فؤاد واياد ما شاء الله، ربنا يخلي ربنا يخلي كل بقى اللي قاعد قدامنا وكل حبايبنا الاطفال، خليكم قاعدين عشان هحكي لكم حكايه ازاي نرتب حياتنا. تقعدوا كده ونقعد نسمع كبار وصغيرين. خدوا بقى كده مننا كده حاجه واحنا ناخد منكم حاجه ونتعلم من بعض، وان شاء الله الحكايه تعجبكم. لنا ندعي لسوريا بالحب، وانا بشكرك على الاكله الجميله اللي انت عملتها لنا، الشيش براد.